السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدر نشوف مع بعض طريقة لحساب سهلة جدا للأطفال والكبار، وتستخدم في أماكن كتيرة جدا، في الصين، في ماليزيا وهكذا. طيب الطريقة دي عبارة عن إيه؟ عداد بسيط خالص اهوت. تمام، العداد دوت بيبقى فيه 4 أرقام، والرقم اللي فوق ده بيساوي 5. تمام، هنبدأ نشوفه مع بعض. الفكرة بتاعته سهلة جدا وبسيطة. لو أنا جيت هنا وقلت له انا عايز احسب، تمام، ده كده 1 2 3 4. طيب لو عايز ازود 5، بروح منزل دول كلهم واحط دي، يبقى كده انا عندي 5. تمام، عايز احط 6، ده 6 7 8 9. تمام، عايز بقى اجيب ال10، بروح رافع ديت وانزل دول، يبقى انا كده جبت ال10. طيب عايز بعد كده 11 12 13 14 15، وبعد كده 15 16 17 18 19، وتروح عامل ال20. طيب لو انا عايز مثلا اجمع، دي طريقة العد. تمام، لو انا عايز اجمع بعد كده اهوت، مثلا عايز اجمع مع بعض، عايز مثلا يبقى في 7 واطرح منها 1 وازود 3. 7، يبقى انا ال7 يبقى معايا 5 6 7. عايز اطرح منها 1، هطرح 1. عايز ازود 3، اروح مطلع 3 دول كلهم مع بعض، يبقى كده المجموع 9. تمام، طيب بيقول لي 9 9، يبقى هحط ال5 واحط ال4، اطرح منهم 3 اهو، اطرح منها 1 يبقى اهو يطلع لي ال5. تمام، 9 نطرح منهم 3 ونزود عليهم 1، يبقى عندي نتيجة 7. طيب عندي ال8، هروح قايل له معايا 5 ومعايا 3، وازود عليهم 1 واطرح منهم 2. دي الخانة دي بتاعت الآحاد، دي بتاعت العشرات والمئات الآلاف. فبتلاقي نفسك تقدر من خلال العداد البسيط دوت تحسب للملايين الأرقام. تمام، هنا بيقول لك 7، فبتقول 5 و2 وتجمع معاهم 2 وتطرح منهم 3، يبقى معاك 6. اقول له 4، نطرح منهم 2، نطرح منهم 2. تمام، هيبقى 0. 6، يبقى 5 و1 وتجمع معاهم 2 و1، يبقى 9. 5 اهيت. طيب وازود عليهم 4 واطرح منهم 2، تبقى 7. زي ما تشوف العداد بقى بيقعد يعد معاك لحد ما يديك 20 مثال، فتقدر تحل بشكل حلو. 5 و1 ونجمع معاها 1 ونطرح منها 1، بس هنا بقى بيديك بقى ايه؟ عندي 2 و5 وجمعنا معاهم 2، بقت 9. طيب لو انا عندي 9، طرحنا منها 5 وطرحنا منها 3، يبقى لنا 1. طيب معانا 2 ونجمع معاهم 5 ونطرح 5 ب2، وهكذا. طيب لو فرض مثلا معايا مثلا 5 وعايز اجمع معاهم مثلا 4 وعايز اجمع مع 1، اول ما تجمع الواحد يبقى تحط ديت وتطرح الباقي، يبقى انت كده معاك 10. فهي طريقه سهله جدا، وفي ناس كتيره بتستخدمها في شركات وفي بنوك، طريقه متعودين عليها. بيحسب بدماغه، بيحسب بالآلة الحاسبه، ويحسب بديت، بحيث انه يؤكد على نفسه في الحساب.